السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير معشر الكرام. أسجل هذا المقطع وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، بعد موافقة أو صدفة جميلة قدرها الله، إذ وصلني إشعار من تطبيق تويتر يخبرني بمرور 5 سنوات على إنشاء حساب المركز. و يعني الجميل والطريف في الموضوع أن هذا الإشعار وصلني وأنا في المكان الذي انطلقت منه فكرة هذا المركز، الذي بفضل الله ومنه وكرمه جعل هذه الفكرة حقيقة وكيانا على أرض الواقع. فنسأل الله جل في علاه أن يجعله مركزا يقوم على خدمة أنساب المسلمين، ورابطا وسبيلا إلى صلة الأرحام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله وتسديده ثم بدعمكم وثقتكم وتشجيعكم وتأييدكم يستمر هذا العطاء بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.